يشكل تمكين الشباب بأبعاد وصور المتعددة رؤية وطنية متقدمة ضمن محاور الخطط والسياسات التنموية في تعزيز قدرات الشباب وتمكينهم في ممارسة دورهم لإرساء قيم الدولة المدنية واستثمار طاقاتهم ومواهبهم في خدمة المجتمع. جميل. وفي إطار اهتمام نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة بالشباب وتطوير مهاراتهم وأفكارهم الإبداعية، ينطلق غدا الأثنين فعاليات الملتقى الوطني للإبداع الشبابي والخطط المستقبلية تحت شعار الكويت عاصمة الشباب العربي 2017 برعاية معالي رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق علي الغانم. حتى نتعرف أكثر عن أهمية وأهداف هذا الملتقى وأبرز فعالياته، يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ جمال الشلاحي رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، والأستاذ سلمان العتيبي عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة. يسعد صباحكم وحياكم الله معنا في صباح الخير الكويت. حياك الله، شرفتونا. ما علي، قعدناكم مبكر اليوم لكن استمتع بوجودكم، قواكم الله والساعة المباركة. بنطلع معاكم لتقرير مشاهدينا، بعدها إن شاء الله نواصل حديثنا المميز مع ضيوفنا. صباح الخير مجددا، وبدوري أصبح عليكم أساتذتي. موضوعنا جدا شيق، ولا شك أن الشباب هم الجوهر والمحرك الرئيسي للتقدم، لكن شنو هو سر اهتمام نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة بالشباب؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صبح عليكم بالخير وعلى المشاهدين الكرام. طبعا سر اهتمام النقابة في هذا الملتقى لأن الشباب هم المحرك الرئيسي للبلد، ويكون في علم الجميع أن نسبة 68% من الشعب الكويتي كلهم شباب، فهذا الشيء اللي دفعنا أن نقيم نفس الملتقى هذا ليهتم بالشباب، يطور خبراتهم، يصقل المعرفة عندهم، يعطيهم زيادة خبرة في سوق العمل عشان يتقدمون فيه. إذا بنتكلم عن الاهتمام والدعم الكبير من قبل رئيس مجلس الأمة سيد مرزوق الغانم بمثل هذه الملتقيات، الحجم اللي انتم تشوفونه خاصة من خلال هذا الملتقى. صحيح. طبعا معالي الرئيس سيد مرزوق علي الغانم صبح عليه بالخير له اهتمام كبير في هالامور، هذه الملتقيات والتجمعات الشبابية بالذات، وكان داعم لنا رئيسي من فكرة ان عرضنا عليه الموضوع، يعني كان مؤيد لنا ويقول جو هيد وانا معاكم. حلو. واللي كل الامكانيات اقول جرين لايت على طول مفتوح. جرين لايت ابد، الموضوع شيء يهم الشباب ومستقبل البلد، هو يعني داعم لنا داعم. اكيد اكيد بلا شك. بخصوص ملتقى غدا باذن الله راح يكون شيء مشرف جدا، في استعدادات خاصه له واهداف ممكن نتكلم عنها؟ اول شيء صبحكم الله بالخير. سعد صباحك. حقيقه انا متشرف في وجودي في تلفزيون الكويت و وجودكم خواتي. التجهيز طبعا هو تم يعني منذ تقريبا ما يقارب 3 شهور. حقيقة يعني تمكننا من خلالها بالاتصال بعدة جهات داعمة، وكذلك يعني كان في معنا ستاف أيضا من الأمانة ما قصروا ويانا صراحة، والسيد يعني الأمين العام سيد علام الكندري ما قصر، والدعم اللي دائما احنا قاعد نشوفه من السيد رئيس المجلس. التجهيز يعني ارتبط بكثير من الامور، منها حتى المكان، حتى الاعدادات الاداريه والخدمات. حقيقه يعني هي يمكن فكره حتى جديده ان احنا كنقابه يعني عماليه نهتم ب يعني جانب هذا جانب الشباب والاعداد للملتقى مثل هذا. هذا الملتقى اللي راح يقام اليوم الاثنين تحديدا، وحضرتك تكلمت عن النقابه بحد ذاتها الاستاذ سلمان، الكل يمكن يتساءل حاليا ان النقابه ليست من مهامها واختصاصاتها الشباب، كلمنا عن اللي خلاكم تتجهون هذا الاتجاه وانكم تنظرون للشباب بهذه النظره خلينا نقول الفاحصه. اي والله انا هو سؤال مستحق وسؤال حقيقه جيد. اهتمينا حقيقه في الجانب هذا كل النقابات العماليه من صلب عملها الرئيسي ايضا المطالبه بحقوق الموظفين في 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 وزاراتهم في مؤسساتهم، وهذا طبعا امر يشرفنا احنا شخصيا ويشرف كل يعني النقابيين في 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 اي مكان. لكن احنا حقيقه في جانب يعني
خلينا نقول مجتمعي لازم تقوم فيه أي نقابة صراحة. النقابات وهي يعني في من ضمن يعني النقابات صح التعبير المجتمع المدني، أحد مؤسسات المجتمع المدني، لابد أن تكون في تقوم بعمل موازي للعمل اللي تقوم فيه الأصيل، وهو القيام بحقوق يعني الموظفين. الجانب الاجتماعي أو الجانب الخدمة المجتمعية من خلال حقيقة القيام بمثل هذه الملتقيات اللي تهتم بأكبر فئة حقيقة في عندنا في المجتمع الكويتي وهم الشباب. ويمكن حتى مساء انت قابلت احد الشباب. صحيح ما شاء الله عليك. احنا فخورين فيه وفخورين ب يعني شبابنا ان هم مستقبل البلد الواعد في كل الجوانب، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في جانب حتى التقنيات وكذا. لذلك احنا اهتمينا في النقابه بالجانب هذا لي يعني حقيقه اهتمامنا او يعني اطلعنا بالمسؤوليه المجتمعيه صح. تجاه الشباب صح. وهذا اللي خلانا حقيقه كنقابه نفكر تفكير حقيقه مغاير ان نشارك المجتمع، خصوصا واحنا نعيش يعني الكويت عاصمه للشباب العربي. فهذا احنا يعني ضربنا عصفورين بحجر صح التعبير. قواكم الله. استاذ جمال، شنو اليات التعاون مع مؤسسات وهيئات الدوله المعنيه عشان تضاعف المجهود هني؟ طبعا آليات ومؤسسات الدولة التعاون، احنا طبعا تقدمنا وفي شراكة تعاون مع شركة الحمراء للسياحة الاقتصادية اللي هي منظمة للمعرض ويانا، وتم التعاون ودعم تقديم الدعم للنقابة في هذا الملتقى من قبل مؤسسات الكويت للتقدم العلمي، وهم في دعم من شو اسمه الهيئة العامة لشؤون الشباب. وكل هذه اللي راح ثمرتها ان شاء الله راح نطلع فيها الملتقى اللي راح يقام مساء اليوم بإذن الله. بإذن الله تعالى إن شاء الله. إذا برجع لي الأستاذ سلمان وتكلم، برأيك شو هي متطلبات تحقيق التنمية المستدامة للشباب حتى يكونوا الدعامة الأساسية للوطن ويقوم على أساسهم مستقبل هذا الوطن؟ حقيقة أنا دائما أشوف يعني أن الشباب يعني محتاجين إلى من يقودهم إلى إيجاد أهداف. حلو. أنا أشوف وجهة نظري سواء الشباب أو غير الشباب إذا لم يكن عنده تارجت هدف وبلان خطة ما راح يحقق شيء أبدا. أنتم كإعلاميين، إحنا كنقابيين، حتى في الجانب السياسي، حتى الشخص اللي عنده مشروع إذا ما كان عنده هدف في حياته عموما راح يكون يعني مضيع وقته. صحيح. وهو ضايع أساساً. إيه يعني 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 إحنا فعلًا محتاجين إلى أن يكون هناك لكل شخص وبالأخص الشباب في بداية حياتهم أن يكون عنده هدف يمكنه من أن يكون شيء في المستقبل. صحيح. أيًا كان الجانب اللي هو مهتم فيه، يعني قد يهتم شخص في مثلًا الجانب صح التعبير المالي، يعني سأبتهم عقرتهم يعني كيف يعني. إذا كان شخص ثاني مثلا عنده هدف مثلا حتى في الرسم أو حتى في فن اجتماع أيا كان، يعني إيجاد الهدف لأي شخص وبالأخص الشاب وفي بلدنا حقيقة أنا أشوف إحنا نحس بالأمان والإطمئنان لما نشوف إن شبابنا كان يعني قاعد يحققون أهدافهم أصلا، كنا عنده بلان وعنده خطة. هذا هو الاهتمام. صحيح. فهي وجدت لوزارة تحتوي بكل تفاصيله يعني طبعًا، وحتى تعطي الدعم والمبادرة وتعطي طبعًا الأساسات أن تأخذ بيده في كل مبادرة حاب يكون فيها سواء في هوايته طبعًا، سواء في هدفه. فأنتوا يعني كنقابة هذه انطلاقة منكم ودمج إيد بإيد للشباب حتى تعطون للشباب وضعهم. وهذا اللي خلانا حقيقة إحنا يعني نمد إيدنا مع وزارة يعني الشباب حقيقة مشكورين، يعني هذا التمازج وهذا التناغم اللي يعني نشعر فيه حقيقة حتى في النقابة مع يعني حقيقة الأمانة العامة، يعني دللوا لنا وايد أمور يعني مشكورين صراحة يعني. أنتوا اللي مشكورين أكيد. بالضبط. أو ما أتخيل أصلاً شخص بدون هدف، فما بالك لما يكون عندك وجهة معينة وملتقى معين، وبخصوص الملتقى أستاذ جمال أكيد عندكم فعاليات وأشياء غير راح تصير، ورش عمل خاصة في هذا الملتقى، بس لو نعرف عنها أكثر. طبعاً الملتقى راح يتخلل ورشتين عمل قبل الملتقى وقت الملتقى طبعاً.
الورشة الأولى راح تكون عن مهارات فن التعامل والإقناع، الورشة الثانية عن مهارات استراتيجيات تسويقية. طبعا المنتقى راح يتضمن بوثات وفي لقاءات راح تقام مع أصحاب النجاحات لنقل الخبرات للشباب. حلو. وهذا ما نطمح له من خلال الملتقى، يعني أن الشباب شريحة كبيرة يستفيدون من ناس أهل الخبرات أهل التجارب تنقل لهم. يعني هل هو شرط عفوا ما سمع. ولا في أحد مثلا مبتدئ ممكن يكون عنده شيء؟ ممكن في أحد مبتدئ يجي يستفيد من الخبرات اللي قبله يعني. صحيح. طيب اختياركم للتجارب والمبادرات اللي يعني صارت على أرض الواقع وحتى تكون عرض من خلال هذا الملتقى، شلون تم اختيارهم؟ طبعا احنا ضيوفنا كلهم مميزين، ما تم اختيار ناس معينة يعني، بس ان ناس ينقلون خبرات بصورة أفضل يعني للشباب عشان يستفيدوا منها. حلو وايد حلو. ايش كثر مهم نحقق التواصل بين الحكومات والشباب هني وعندك القطاع الخاص والحكومي؟ طبعا التواصل بين القطاع الخاص والحكومي يتم عن طريق الشباب ونقل الخبرات والدورات وعمل الدورات، يعني هذا الشيء يستفيدون منه القطاع الحكومي والقطاع الخاص. انت شايف اكثر شريحه من الشباب يعني. صحيح. في ناس كانوا يلجون للقطاع الخاص يفضلون عن الحكومه. نعم. الحين بالعكس اكثر الشباب قاموا يروحون للحكومه. نعم. لقوا فيها دورات، لقوا فيها انفتاح، لقوا فيها تجانس اكثر، فهذا ما يطمحون له يعني الشباب يعني. جميل. اذا بروح معك استاذ سلمان نتكلم عن الشباب وتمكينهم في الوقت الراهن، الى اي مدى تشوف ان الدوله قاعد تعطيهم مناصب قياديه ومسؤوليه مع انهم صغار في العمر لكن قاعدين ياخذون مناصب قياديه حتى يقودون العمل؟ هل ترى هذا الشيء موجود على ارض الواقع ولا ان ما زالت القياده مقتصره على الكبار واصحاب الخبره؟ حقيقه يعني السؤال حقيقه مهم. هذا التمازج المهم والتناغم يعني حقيقة جدا احنا يعني حريصين عليه. الشباب الصغار يعني محتاجين الى اصحاب الخبرة طبيعي زين، كانصح التعبير داعم لهم ويمدونهم بالخبرة الكبيرة. وكذلك احنا في 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 بلد فتي حقيقة مثل ما تفضل اخوي جمال، انما يقارب قرابه 70% احنا شباب، وبالتالي هي يعني بلد فتيه وشابه. انا حقيقه اشوف الشباب دائما يشوفون الوان غير الالوان اللي قاعد نشوفها احنا، واحنا ما احنا كبار بالسن لكن أكيد لكن اشوف فعلا هم عندهم افكار خلاقه، عندهم ان صح التعبير التطلع، عندهم الجراه اللي محتاجة إلى أصحاب الخبرة لتنضبط، بحيث أنه ما تصير حماسة. هذا اللي بنقوله. إيه ما تصير حماسة غير منضبطة وبالتالي تحصل أمور لا يحمد عقباها. أنا أشوف يعني الدولة فضل الله سبحانه وتعالى في اهتمام كبير حقيقي حقيقة، حتى بوجود حتى وزارة الشباب يعني. صحيح. هذا الأمر ما كان موجود في السابق. صحيح. لذلك إحنا قاعد نشوف خطوات وإحنا دائما متفائلين. أنا أعتقد دائما إن إحنا محتاجين دائما إلى التفاؤل. التفاؤل إحنا قاعد نشوفه في عيون الشباب. صحيح. دائما يعني حتى في أبنائنا، حتى في يعني إن صح التعبير حماسهم في حتى في السوشيال ميديا بعض الناس المميزين حقيقة في كل جانب في إن صح التعبير خبرات وفي إن صح التعبير أعمال إيجابية قاعد نشوفها من الشباب في كل المجالات، وبالتالي إحنا ناخذ ايدهم او يعني الى بر الامان يعني. صحيح. صحة التعبير بالنهايه البلد محتاجه الى هذه الروح الفتيه اللي فعلا تنقلنا من افضل الى افضل ان شاء الله باذن الله. اكيد بدنا نسمع. جميل انك تنظر الى الجانب المشرق والمشرف عندنا في الشباب والقادم ان شاء الله اجمل ان شاء الله. بس لو استاذ جمال نبي نتكلم هنا عن مسؤوليات الشباب للنهوض في الفتره الجايه. طبعا مسؤوليات الشباب مسؤوليات ضروريه عليهم يعني. الحين دور الشباب هم في نهوض الوطن، وحنا نحب نباكل الشعب الكويتي حصول الكويت على لقب عاصمة الشباب لعام 2017، وهذا بالعكس يشجعهم أكثر. وأنت عارفة دور الشباب هو الحين الدور الأساسي للنهوض في المجتمع في الوطن، وهذا يعني شيء حلو راح يهتم فيه. أكيد وبلا شك إحنا بلد الشباب مثل ما قلنا، الكويت بلد الشباب ونمثل الشريحة الكبرى من الشباب بعكس البلدان الأخرى أمان نسميها البلاد العجوز أو أن كثرة الكبار السن فيها كثيرة، لكن إحنا انطلاقة من الشباب ومن البلد هذه إن شاء الله راح يكون مرتكزاتنا على الشباب بوجود رجال أصحاب خبرة يضبطون مثل ما قال هذا التحمس وهذا الاندفاع للإنجاز ووجود الكويت على خارطة التقدم.
صح لسانك. صح. يعطيكم ألف عافية. كل الشكر لضيوفنا الأستاذ جمال رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة، والأستاذ سلمان العتيبي عضو مجلس إدارة نقابة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الأمة. خليكم معنا. شنو عندنا؟ عندنا نجيب.